أنا خالد البلوشي، مدير تسويق في مصنع جزيرة للعطور. مصنع بلش في سنة 2011 ومختص في تصنيع كافة أنواع العطور. مصنع الجزيرة يوزع في جميع الدول العربية، الخليج، وصولا إلى أوروبا. الزيوت العطرية مستوردة من جميع أنحاء أوروبا، من مثل إنجلترا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا. المرحلة الأولى هي التخمير، هو عبارة عن خلط الزيوت مع الكحول لمدة تمتد بين 72 ساعة إلى 3 أسابيع. المرحلة الثانية هي عبارة عن التعبئة. المرحلة الثالثة هي كبس البخار. المرحلة الرابعة هي التغليف. يليها المرحلة النهائية وهي التوزيع. في مصنع الجزيرة تقدر تبدأ مشروعك من الألف إلى الياء، بدءا بصناعة الاسم، تصميم اللوجو، تصميم الزجاج العطرية، التغليف والتوزيع في جميع الدول العربية، الخليج، وصولا إلى أوروبا.